الشيخ عبد الله الهرري المعروف بالحبشي من أبرز علماء الدين المعاصرين، متبحر في المذهب الأشعري في العقيدة والمذهب الشافعي في الفقه، صوفي الطريقة من أكبر المناصرين لمذهب أهل السنة والجماعة. ولد في مدينة هرر حوالي سنة 1910، حفظ القرآن الكريم وهو دون العاشرة من عمره، وكان يحفظ الكتب الستة مع أسانيدها وعددا من المتون في مختلف العلوم الشرعية، وأجيز بالفتوى ورواية الحديث وهو دون 18، حتى صار على الحقيقة مفتي ببلده هرر وما جاورها. رحل إلى مكة المكرمة وتعرف على عدد من علمائها، ومنها ذهب إلى المدينة المنورة، ثم رحل إلى بيت المقدس، ومنه توجه إلى دمشق، فاستقبله أهلها بالترحاب، وأخذ صيته في الانتشار، فتردد عليه مشايخ الشام وطلبتها، واشتهر هناك بخليفة الشيخ بدر الدين الحسني وبمحدث الديار الشامية، ثم تنقل في بلاد الشام إلى أن استقر آخرا في بيروت. قضى حياته في تعليم الناس ونشر الخير، متزينا بالزهد والتواضع، تاركا لنا كتبا ومؤلفات كثيرة وقيمة. وبعد حياة عطاء طويلة توفي رحمه الله فجر يوم الثلاثاء في الثاني من رمضان عام 1429 هجرية، الموافق للثاني من أيلول عام 2008. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن فرطت فالنار.